السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي ومتتبعات قناة شوف تيفي. مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من قلب بومية. والحالة اللي عندنا اليوم هي ديال واحد السيد، واحد الشخص اللي مسكين كيعاني الويلات مع الورم الخبيث ومع مرض السرطان، وللأسف يعني عنده عملية جراحية لاستئصال الورم في الأسابيع المقبلة، لكن للأسف القدرة المادية ديالو ما مسعفاش أنه يدير العملية هذه. حنا جينا تواجدنا عنده في المنزل ديالو باش اننا ننقلوا يعني المعاناه ديالو والصوت ديالو للقلوب البيضاء وقلوب المحسنين وذوي القلوب الرحيمه، باش يتساندوا معاه انه يتخلص من هذاك المرض وهذاك يعني ذاك السلبيه اللي كيعيش فيها وافكار السلبيه اللي كتجيه بخصوص انه كيعاني من واحد الورم خبيث ديال مرض السرطان اللي كتعرفوا حتى نتوما وكل شيء كيعرف يعني التاثير ديالو السلبي، لا على ما هو مادي، لا ما هو جسدي، لا على ما هو نفسي. يعني حنا كنتواجدو عنده في المنزل باش نوصلو الصوت ديالو. بالاضافه لذلك هاد السيد عنده يعني طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه، مما زاد الوضع سوءا، ما حيتو لراسو، ما حيتو لولدو، ما حيتو المصاريف ديال الزمان، وانتم كتعرفوا التاثير ديال الجائحه يعني على المدخول ديال هاد الاسر هادو. نتمنى ان شاء الله ان الرساله ديالو توصل عبر منبر شوف تي في، وغادي نخليوكم مع السيد انه يوضح للراي العام والناس اللي تشوف فينا يعني المشاكل اللي تعاني منها. شد الميكرو خويا، كي داير مزيان؟ شنو الاسم الكامل ديالك؟ اسمي خليفه الحسين. فوقاش السي حسين بدا عندك هذا المشكل ديال السرطان؟ فوقاش لقيتيه اول مره؟ هادشي حسيت به تقريبا عام هذا، وانا كان داك الشيء صغير ما ديتهاش فيه مع الخدمه والدراري، وما عندي باش نمشي نقلب. حتى لدابا زيرني هذا الشيء بدا كيكبر، ايوا عاد مشيت للاطباء وما عندي جا غير المحسنين اللي كيصيفطوني، وهذا لا اله الا محمد رسول الله. ايوا داك الصباح يعني ولا داك النهار فاش اكتشفتي راسك بان عندك واحد المشكل صحي، تعاودنا التفاصيل ديالو بالضبط، يعني فين كنتي، كيفاش حسيتي بالحريق اول مره؟ بالحريق تنفخت ليا البزوله تنفخت ليا وضربتني واحد 15 يوم، وبرات لي عاود ومشات حتى نسيتها، مشات واحد الشهر وهي رجعت وترجع لي عاود. من تما صافي كنحس بيها كضرني. يعني فوقاش مشيتي دوزتي باش عرفتي بان عندك سرطان؟ تكون شي دابا شي شهرين هادي باش مشيت دوزت في ميدالت وصفتوني الفاس، قالوا لي عندك مرض خايف وصفتوني الفاس، وراني مازال متبع فاس. كيفاش يعني تلقيتي يعني داك الخبر ديال انك كتعاني من السرطان؟ داكشي اللي قال لي الطبيب. ولكن انت كيفاش حسيتي براسك ديك الساعه ملي قال لك عندك السرطان؟ حسيت براسي راه ضرني، داكشي كيضرني في الصدر ديالي، كاع جناح الصدر ديالي كيتثقبوا. واش ما جاكش الخوف ملي قال لك راه فيك الكونسير ولا شي حاجه؟ ضروري جاني الخوف، واش غادي ندير؟ ضروري جاني الخوف، واني راه ما عندي ما ندير. فين كتخدم يعني؟ فين كتجيب طرف الخبز؟ فين؟ كنخدم غير عند البنايه. خدام مع البنايه. كتقاتلوا صافي مع الوقت. كنتقاتل مع الوقت صافي. قلنا كيفاش عشتي هذا العام يعني وحنا عارفين بان يعني هذا العام كانت كورونا وكانت الخدمه واقفه، كيفاش؟ والله هذا العام راه تكرفصنا شويه، نيت الخدمه ما كايناش تقريبا، ما كايناش نيت. قاعد نخدم يومين في السيمانه، 3 ايام في السيمانه، المهم كنتقاتلوا مع المصاريف وصافي، وما شي حاجه اخرى ما كاينه. يعني شحال تقريبا طلبوا لك في ديك العمليه؟ مازال ما طلبوا ليش ندير بالضبط، مازال ما طلبوش. الناس كيقولوا لي غادي يطلبوا لك 100 ولا 90 ولا، المهم انا ما طلبوا ليش، مازال قالوا لي عندك العمليه وشحال، مازال ما قالوا ليش. قلنا شنو هو المرض اللي كاين عند الولد ديالك مسكين؟ الولد ديالي سيدي منصور، من اللي كانت عنده 5 سنين وقالوا داك الشيء، اي ما مجرو فيها في الطب 5 شهور، من اللي كانت عنده 5 شهور وهي ما مجرو عند الطب والو، ما جابش الله الشفاء، هو معوق وجالس. السلام عليكم. يعني غادي تحاول توضح لنا يعني المشكل اللي عند الابن ديالها، شنو المشكل اللي عند الولد ديالكم يعني؟ أمي العيرين يا ختي تقول غرس 5 شهور، سكنا خت ورثي لا العير بخير غرس زايد نمر واحد اللي غرس 5 شهور يجن يقرا كريز،
صافي على رتدار ذا ويخت غريض بيبنا رتمرارة غير تمرارة غير دوق الرباط دوق الفاز دوق حرامة غرنا وركيخ زريغ العيرين وخطار غصغي وتجارة غير دايت غيمة صافي رتمون غدور يا زان الكرة 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 اللي داتها لنا يا ربي يا مرحبا نس الدوا دات الساقات الساقات الدوا لي كوش الحليب ضانو ناس يعيش دغيا هاد العيد دغيا كوفي دغيا على حالة ديك شمس 7 سنين دا التويغ كيا لي كوش 1240 1260 الدواء تي باكين هاك استعمل مشى سي قضا وردا يكان صافي راه فرغ العريض ما كلاس ما كلا ايوا اللي قال لاباس يورثي خشا دا يخدم انت انت وانا كنت ندير وقت وصافي قال لي دهن باب نسي قيمه دايا هاتي زير غي فيه بزاف يتو تيدغي فيه الحماله خاتها ايتو خامو الغرس نشا امغار الغرس نشا دا السدور خسي دار